السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. والنهاردة الفيديو تاني في سلسلة التشطيب بتاعتنا، عشان نتخلص من مشكلة التشطيب ونعمل احلى شغل يبقى جوه وبره احلى من بعض. تمام، حتة القماشة اللي احنا هنشتغل بيها النموذج اهي. اهو ده النموذج اللي احنا هنشتغل عليه. هاتي اي قماشة واعملي معانا اللي احنا عملناه ده. دوران الرقبة اهو اكبر من دوران الخلف. تمام، رسمة عادية خالص عشان خاطر بس نعرف احنا هنشتغل ازاي. باخد الخلف. تمام، مهم عندي قوي دلوقتي ناخد حتة قماشة مختلفة في اللون علشان بس الموضوع يوضح لك مش اكتر. يعني هو مش الزام ابدا ان انا اغير اللون، انا بس عشان يوضح لك. لكن طبعا لو هتشتغلي اشتغلي بنفس اللون. قطعة قماش اهي، قطعة القماش بتاعتي اهي، طولها 17 عرضها 11 سنتي. تمام، انا بلفها بالخياطة من الاربع جهات اهو. خلاص انا لفتها بالخياطة من الاربع جهات اهي وكويتها كده من النص. تمام، طيب بعد ما عملتها كده هشوف بقت كام. 14 سنتي في 9 سنتي. تمام، وتنتها بالشكل ده. كمان كويت الخلف معايا، انا كويت الخلف عشان مجرد تبقى لي علامة ابقى عارفة من خلالها اهو ان ده خط النص. يبقى عشان تعرفي ان المكوة مهمة جدا معاكي في شغلك، انا بستخدم المكوة عشان تبقى علامة عشان ما اقعدش اعلم كتير على الموديل. تمام، طيب الجزء ده عندي مهم قوي قوي قوي، هحطه على الخلف بحيث ان علامة المكوة تيجي على علامة المكوة. علامة المكوة حطه هنا على الجزء ده كده الامامي، بحيث ان علامة المكوة تيجي على علامة المكوة اهو بالشكل ده كده. العلامة دي على العلامة دي مهمة جدا. اطلعي فوق شوية لان المهم عندي ان هي ايه اهو. طيب شايفين كده زي ما حضراتكم شايفين انا بشتغل على ده كده وش القماش اهو، ده وش القماش وده الجزء اللي انا خيطته تانيته. طبعا المكوة على المكوة اهي، طلعت بيها لفوق شوية عشان ما تجيش قصيرة. المكوة بتساعدني كتير. تمام، وعملت كده ايه دبوس، دبست بس بيها عشان اثبت الجزء ده معايا اهو. تمام، وبقلم كده الجزء اللي في النص ده اهو. هشوف انا بقى هعمل فتحة الظهر لغاية فين. انا طبعا مش هعملها طول القماش، انا هشوف هعملها لغاية فين اهو. 7 سنتي او 8 سنتي زي ما انتوا عايزين، 7 سنتي كويسة جدا اهي بالشكل ده. تمام، هنا ممكن اعملها شكل، يعني ممكن اعملها شكل، يعني ممكن اعملها بشكل بيضاوي فتديني شكل حلو اهو. بس دي لو انا هعملها قصة في الامام بروح عامله شكل بيضاوي فتبقى قصة من الامام شكلها حلو. لكن لو انا عايزاها عشان احط زراير او اعمل فتحة في الظهر فايه انا بخليها بالشكل ده. واقل من نص سنتي عن اليمين واقل من نص سنتي على الشمال اهو. طيب الخط اللي في النص ده هو الخط اللي انا هفتح بيه بالمقص، لكن انا هخيط الخط اللي على اليمين وعلى الشمال، هما دول الخطوط اللي انا هخيطهم. وده الجزء كده ده اللي انا ايه هفتحه عشان اعرف اقلبها. طيب اشوف ده على المكنه افضل عشان تعرفي انا بتكلم على ايه. انا بشتغل على انهي خط؟ على الخط مش اللي في النص، لا اللي على الجنب ماشي عليه بالظبط اهو. واروح داخله على الخط اللي جنبه بس كده. تمام، هنا بروح فاتحه بقى في الخط اللي في النص القماشه ويا الخلف اهو، واروح فاتحه بقى كده يمين وشمال عشان تسهل لي ان انا ايه. بصوا طيب شيل الدبوس اهي، جايه كده من ورا واروح شايفين كده. طيب هنا المكوه بقى
اهي بعد ما اتكون زي ما حضراتكم شايفين. تمام بالشكل ده كده. تمام طيب باخدها خياطة خارجية علشان برضو تثبت معايا. اهو اتخيطت خياطة من بره كده مشيمة. باخد بقى الامام واروح عاملة الاكتاف في بعض. بخيط الاكتاف كده في بعض اهو. اعملوا لايك يا جماعة، اشتركوا في القناة علشان هنعمل فينش خطوة بخطوة لغاية ما اخلص لكم سلسلة كاملة. يعني هنديكي اكتر من طريقة، الاسهل بالنسبة لك تاخدي بيها كلهم طرق صحيحة، كلهم طرق صحيحة. كده اهو فاضل بس الشريط الخارجي. بجيب حتة قماشة زي الاشارب، اطبقها زي الاشارب اهي، طبقيها كده عادي. وهتاخدي الخط كده كان اسمه سامبوكس اهو، بعرض المسطرة. يعني ايه بعرض المسطرة؟ يعني هو الجزء ده. تمام بالشكل ده كده. وهقول لك برضو في فيديو تاني ازاي ناخده من غير ما ناخده سامبوكسه كده ولا ناخده حاجه مش هناخده بالورد. فيديو تاني ان شاء الله هقول لك ازاي ناخده من غير ما ناخده بالورد. تمام لازم ده يكون قد ده، لو انا هعمل اكتر من شريط لازم يكونوا قد بعض. بقص اهو يا جماعه، ده كده الشريط اللي انا اخدته بالورد، عرضه عرض المسطره اهو 3 سنتي تقريبا. وبناخده طول الموديل بتاعنا اهو عشان اركبه بالشكل ده واخيط كده شكله. تمام هاخد ايه بقى من اول خط الخلف ده كده. تمام هنساوي دي مش مشكلة، عارفين الاستك بتاع الكمامه، انا اخدت كده استك بتاع الكمامه عشان اعمله على قد زرار. اقول لكم برده قياسه قد ايه، 5 سنتي 5 سنتي. تمام طيب هبتدي هنا خط الظهر اهو الشكل ده، طبق الجزء ده كده. طبعا هنا دي لازم اعملها، ممكن بدبوس او ممكن تثبتيها الاول مفيش اي مشكلة. انا بدأت اهو ما حطيتهاش، بصوا اخيط على بعض اقل من نص سنتي اهي، بلف دوران الرقبة بالكامل وبعمل تفتيح دوران الرقبة بس قبل ما اوصل للخياطة اهو. مهم جدا حتى لو انا عاملة شريط بالورب او شريط مستقيم لازم اعمل التفتيح ده. اهي بشيل الزيادة بالشكل ده كده، اي خيط بشيله. طيب باخد هنا اللي انا قلت لكم عليها دي، ده أستك الكمامة عشان اطبق بالشكل ده الورب بتاعي اهو بالشكل ده كده اهو، بحيث انه شكلها يبقى نضيف كده. تمام طيب اول حاجة بثبت طبعا الأستك بتاع الكمامة اول حاجة. تمام اول لف بقى يلا كده على دوران الرقبة بيساعد. تقليش رجلك على الدواسة عشان خاطر ما تجريش المكنة منك. تمام افتحي كمان خط الخياطة ده انت وماشية بالشكل ده كده اهو. المكوة مهمة جدا جدا في شغلك بالشكل ده. طبعا لو واجهت زيادة في الطريق
شيل. اهو يا جماعه ده كده شكله اهو، بتحط الزرار هنا وده الجزء اللي احنا عملناه. ان شاء الله هسيب لكم رابط فيديو تشطيب الفينش او فينش الابتين او التشطيب بتاعهم ازاي، طريقه سهله وبسيطه ومش هتصدقي سهولتها، عشان يبقى عملنا الفستان قطعه قطعه كده مع بعض وبدون اي مصاعب او متاعب تواجهك او اي حاجه. اهو زي ما حضراتكم كده شايفين الموضوع من اسهل ما يكون. تابعونا علشان كمان تشوفي ازاي بركب او اوفق الجزء الاسفل للفستان على قد الجزء اللي فوق وبدون ما تواجهي صعوبات. ما تنسوش تعملوا لايك الجميل، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.